سيمكن هذا الدعم من بين أمور أخرى من اقتناء تجهيزات ومعدات طبية هامة وصيانة البعض الآخر وتكوين المصادر البشرية، كما سيمكن من تمويل العديد من الاستشارات والخبرات التي يحتاجها القطاع. سيداتي سادتي، تأتي هذه الهبة في الوقت المناسب بالنظر للظرفية الصحية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وكافة دول العالم، حيث ستدعم المجهود الوطني للتصدي لجائحة كوفيد-19. ومعلوم أنه طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، باشرت حكومة الوزير الأول إسماعيل والبدة ولي الشيخ سليال في إعداد خطة وطنية متعددة الإبعاد للتعامل مع الجائحة والحد من تأثيراتها على الفئات الضعيفة من مجتمعنا.